نشرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 2000 جندي للمشاركة في عمليات الإنقاذ بولاية تكساس الذي ضربها إعصار هارفي مسببا قتلى ومشردين بالآلاف إضافة إلى دمار كبير. كما يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا إلى الولاية للوقوف على حجم الكارثة التي سببها الإعصار. من جديد تكشر الطبيعة عن أنيابها لتفترس هذه المرة ولاية تكساس الأمريكية والتي ضربها إعصار هارفي مخلفا دمارا وضحايا وآلاف المشردين. وبحسب معاهد متخصصة في أبحاث التأمينات فإن تكلفة الأضرار الناجمة عن الإعصار هارفي في ولاية تكساس الأمريكية قد تعادل تكلفة أضرار الإعصار كاترينا والذي اجتاح الولايات المتحدة عام 2005 ويصنف بأنه أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ البلاد. ومع هطول أمطار غزيرة على مدينة هيوستن والبلدات المطلة على الساحل في تكساس، قال معهد معلومات التأمينات إنه لا يزال من المبكر وضع تقديرات دقيقة لحجم الضرر التي لحقت بالمنازل والشركات. أجزاء من الولاية ستستمر فيها أمطار غزيرة، ما يؤدي إلى مزيد من الفيضانات ومزيد من الخطر على سكان تكساس. والوقوف على حجم الكارثة، أعلن البيت الأبيض اعتزام الرئيس دونالد ترامب التوجه إلى تكساس، كما أشار البيت الأبيض إلى استمرار التنسيق الخاص بعمليات الإمداد والتموين مع الولاية والمسؤولين المحليين. استجابت الحكومة الفيدرالية بسرعة لتقديم كل المساعدات التي تحتاجها ولاية تكساس حتى نتمكن من تقليل الآثار السلبية للكارثة. الإعصار هارفي في رحلته القاسية داخل ولاية تكساس تحول من الفئة الرابعة إلى عاصفة مدارية بعدما غمر مدينة هيوستن بمياه بلغ ارتفاعها 60 سنتيمترا، ويتوقع استمرار العاصفة في محيط جنوب شرق الولاية لعدة أيام.